بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حر رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في النهاردة في ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم، ونشاط للرياح في بعض المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة بالتحديد على مناطق الوادي الجديد. وفي كمان فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها خلال اليوم. احنا طبعا الحمد لله مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية والتحسن الكبير في حالة الجو، خاصة خلال فترات الليل وفترات الصباح الباكر، لكن ما زلنا بنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط، فطبعا فيها كميات من بخار المية، يعني لسه وجود نسب رطوبة في الجو، وخاصة بتحس بيها فترات الظهيرة. بالنسبة قد إيه يا فندم؟ هي نسب رطوبة طبعا بتتجاوز ال 35 وال 40% خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، خلال فترات الليل بتوصل ل 85%. مع هدوء سرعات الرياح احس بنسب الرطوبه الموجوده في الجو، يمكن دي اللي بتخلينا نحس ان لسه في اجواء صيفيه خلال فترات النهار، رغم ان قيم درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون فتره النهار 33 درجه مئويه، لكن مع وجود نسب رطوبه وخاصه فتره الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي بنحسها لو تكون 36 او 35 درجه مئويه، فبالتالي ما زالت الاجواء فتره النهار اجواء حاره رطبه على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، شديده الحراره في المناطق الجنوبيه، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. لكن مع غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل تحسن كبير في الاحوال الجويه، لان بيحصل انخفاض في درجات الحراره، كمان بيكون في نشاط للرياح بنحس بيه فترات المساء، ساعات المغرب، وايضا فترات الليل، بيقلل احساس النسب الرطوبه، فبيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء، والاجواء الصيفيه المعتدله تماما فترات الليل بتستمر معانا كمان حتى فترات الصباح الباكر، خاصة إن بعض الأحيان بيكون فترة الصباح في بعض السحب بتحيي جزء من أشعة الشمس، فبتساعد أيضا على تلطيف الأجواء بشكل كبير. طيب على ذكر الرياح، هتكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، نحب نعرف إيه المناطق دي، وهل هي ممكن تأثر على الرؤية الأفقية أو مرضى الحساسية مثلا ولا لأ؟ بالفعل يمكن اليوم متوقع ان نشاط رياح في المناطق الجنوبيه وتحديدا في محافظه الوادي الجديد يؤدي ل يعني رمال مثاره، فنشاط الرياح ده هيكون مثير للرمال والاتربه، وطبعا جايز جدا يؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، فلازم يبقى طبعا سبب مواطنين موجودين في محافظه الوادي الجديد ناخد بالنا، لو احنا بنخرج اللي هي مناطق صحراويه بشكل كبير لازم يبقى في كمامات طبعا تجنبا للاتربه والرمال المثاره، لكن باقي مناطق الجمهوريه الحمد لله ما عندهاش اي اتربه ورمال مثاره، يعني المناطق الشماليه حتى محافظات شمال الصعيد ما فيش اي اتربه ورمال مثاره. نشاط الرياح كمان اليوم هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على خليج السويس، ما زال خليج السويس مضطرب، ارتفاع الامواج فيه بيوصل ل 3.5 متر، غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لان سرعات الرياح احيانا فيه بتتجاوز ال 70 كيلو متر على الساعه، وايضا البحر الاحمر مضطرب، ارتفاع الامواج ما بين 2.5 الى 3 متر، فلازم نكون حذرين بشكل كبير واحنا يعني رايحين خليج السويس او البحر الاحمر، لكن البحر المتوسط معتدل، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر، مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. كمان نتكلم على الامطار، لان لسه مستمر معانا فرص الامطار، وهي امطار خفيفه ممكن تكون رعديه احيانا على بعض الاماكن من جنوب سيناء زي سانت كاترين ودهب وطابه، بعض الاماكن كمان من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين مرسى علم، هي امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. كمان ما زالت الشبوره المائيه بتتكون فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن هي سرعان ما بتختفي او تتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتختفي والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق، والحمد لله يمكن على مدار الايام المقبله ان شاء الله، يمكن لحد منتصف الاسبوع القادم او على مدار الاسبوع القادم
درجات الحرارة هتظل مستقرة ما بين 33 34 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى، يعني مش هيكون ست ساعات ملحوظة في درجات الحرارة إن شاء الله، لكن بس هنخلي بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، وتجنب طبعا أو ناخد بالنا بشكل كبير لو احنا من رواد البحر الأحمر أو خليج السويس. بشكرك شكرا، في النهاية بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 34 24، اسكندرية 31 23، العالمين الجديدة 30 23، مطروح 32 22، دمياط 32 24، بورسعيد 31 24، الإسماعيلية 34 23، السويس العظمى فيها 34 والصغرى 22، العريش 32 23، كاترين 35 17، طابة 37 25، حلايب 36 29، شلاتين 41 31، شرم الشيخ 39 30، والغردقة 39 29، الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 23، بني سويف 36 23، الوادي الجديد 42 27، أسيوط 38 24، سوهاج 40 25، قنا 43 27، الأقصر 43 27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 44 والصغرى 29. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لمصطفى ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا دمي.